تضربني؟ تضربني يا كريم؟ خلاص. انا هجيب لك امي يا كريم. ادي لامي. انا عايز امي. في ايه؟ ايوه يعني ايه بقى؟ ماما انا ايه اللي جابني هنا؟ احنا اللي نسال ايه اللي جابك هنا؟ معرفش يا كريم، والله كنت قاعده مع ابو كريمه كده قعده صفا، قال لي مش هتقومي تطفي النور، قمت طفيت النور جيت على هنا على طول. جايه تكملي الحلم هنا يعني؟ اللي اتبخت بعيد عنك. معلش. الحقيني يا ماما، اللي اتبخت انا كمان، كريم بيخوني. كريم ايه يا بنت؟ كريم بيخوني. اتكلي على راسي بيهولي. ماشي. في ايه يا كريم؟ يا حماد انت بتخون البيت؟ لا وربنا، ده البيت دي مفيش زيها، ده انا ربيتها احسن تربيه، ده الوحيده اللي عرفت اجيبها من ابوها. وانا ذنبي ان الحاج مقصر؟ انا مالي. بس يا كريم. ماشي يا حاج خلاص. ايه ده؟ ما تسمعش نفس. بقول لك ايه ده؟ ايه ده؟ انتوا مين؟ يا سلام، انتوا خارجين من الدولاب؟ طب ما امي خرجت، ما استغربتيش ليه يعني؟ حاجة عجيبة جدا يا اخي. انا عارف. ايه ده؟ ايه؟ انتوا مين يا جدعان؟ ايه اللي احنا مين؟ خليكوا في اللي انتوا فيه والنبي. خليكوا، انا كنت في الدولاب انا والحاج. مش انت كنت في الدولاب؟ كنا في الدولاب، انا كنت في رف البوكسرات. وانت كنت فين؟ أنا كنت قاعد في شراب الولاية دي. طب أمال إيه؟ ماشي. إيه؟ الدنيا كانت زي الفل جوه والله. أمال إيه اللي خرجنا من جوه؟ أنا عارف. أنتوا مين أنتوا؟ أنتوا جايين هنا تعملوا، أنتوا بتخونيني يا كريمة، بتخونيني مع اتنين يا كريمة. أديك قلت كريمة عادي. إيه يا ابني إيه الدولاب ده؟ أي حد تايه كده؟ ده تايه، ده تايه، تعال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا. أنت مين؟ أنت عايز إيه؟ سيف ما جاش هنا؟ سيف مين؟ سيف. سيف. سيف ما جاش هنا؟ سيف. مفيش سيف، أنت بتخونينا يا كريمة مع واحد تالت غير الاتنين يا كريمة. لا 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 لا، لو سمحت. أنا عملت كل حاجة غلط ممكن تتخيلها. لكن عمري ما خنت واحد صاحبي. يا سلام، ما انت خنتنا اهو. وانت صاحبي؟ ايوه. ايه يا عم؟ ما تكبرش المسائل. لا. سيف هنا؟ لا مش هنا. طيب يا جماعه انا متاسف، بس لحظه واحده بقى اتاكد سيف فين. اتفضل. ايوه يا حاج، اديني سيف. كمان سيف. هات التسعه يا حاج. لا ما عجبهمش، اقفلي يا حاج اقفلي. انت جاي انت عايز ايه مننا يا عم؟ انا متاسف يا جماعه، انا تقريبا تايه، انا اسف جدا. مين دي يا باشا؟ دي مراتي يا سيدي. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. الله يخليك. انت ربنا مديك جوهره. لا جوهره ايه، انت مديك الساغه كلها. الله اكبر، خلي بالك منها. دي في عيني. لا عينك ما تكفيش، حطها في عين السيره. ها؟ يلا. سلام عليكم. لو سيف جه قولوا لي. حاضر. انا في سلام عليكم. مع السلامة. سلام عليكم. ارجع جوه الدولاب هتلاقي نفسك مكان ما كنت تايه. حاضر. مع السلامة. ده ايه الدولاب السحري ده؟ ما هي دي الفكرة يا جماعة. واضح ان كل ما الست دي بتتمنى حاجة بتحصل يعني. اتمنى. انتوا حرامية، انتوا مخططين حرامية صح؟ انتوا حرامية. انا الدنيا هتولع، والله الدنيا هتولع، واحنا عايزين المطوفي. الكلام ده مش يعني. وده جاي منين ده كمان؟ من الدولاب. لا احنا لازم نرش الدولاب ده. بدا يطلع منه حاجات مش هنفهمها. ده ايه ده؟ ايوه حضرتك مين؟ يا سلبه اتصرف معاه. انت ايه؟ انت ايه؟
يا ابني انا بقالي سنه نفسي افهم انت. انت ايه؟ ها؟ يعني انا مش عايز نبقى اصحاب، مش بتعرف عليك، انا بس مستعجبك. انت ايه؟ الفرصه جات لك تاني يا ابن الكلب، مش هتيجي تاني. طب انت بتطلع لي انا بس؟ يعني الناس دي شايفينك ولا بتطلع لي انا بس ولا انت ايه؟ اتكلم يا ابني قول في ايه؟ قال لك ايه؟ مش عايز يرد يا معلم. انت يعني انت عايز ايه يعني؟ يعني انت معانا عادي يعني؟ يعني وانت نازل بالبيت وتقول لهم رايح امثل؟ واول واحد يقول لك عايز النسخه بتاعت السيناريو بتاعتي. ومكلفنا نسخ وما بينطق خالص يا معلم. طب اشرح لنا يا ابني. يخرب بيت غموضك. اشرح لنا انت ايه مثلا؟ هيشرح هو ايه؟ ده هيدينا حاجة من قطر ويعني احنا نكشف. ايه؟ يا حول الله. انت ليه يا ابني كلامك قليل في الحياة؟ العمر بيجري. عايز تخش الحمام طيب ولا ايه؟ واكيد بياخد نص اجر. ايه ده انت شمعة؟ انت شمعة يا ابني؟ راجل مطافي. لا ده عيد ميلاده. ايه يعني انت بتاع مطافي؟ شوف يا سلمى يا ابني انت ايه؟ انت هتقعد تطلع شمع وتولع فيه؟ انت يا ابني انا مش هسيبك النهارده غير ما فهمت ايه؟ في ايه؟ انا بقالي سنه نفسي اقول لك انا ايه؟ بس محدش راضي يديني مايك. لا حول الله. تعال تعال اديك مايك. تعال تعال خش جوه تلاقي واحد تايه قول له فين المايك بتاعي. ها يا لهوي يا معلم، ده طلع صاحب قضيه. راجل حاولنا معاه يعني. طب يا جماعه واضح ان المشكله الاساسيه في الدولاب. دي كنا ناسيينها. تعال كريم انا عايز امشي. امشي. ايه ده؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ايه الجمال ده؟ مرايتي بقت جميله. انا مالي بقيت عسل كده ليه؟ دي كده. طب كده. ايه العسل ده يا لوسيني؟ مساء الخير. ايوه هو ده الصوت اللي انا سمعته. هو ده الاسد يا كريم؟ لا ده الفرس. لا على فكره ده انا كنت نايمه ننة وفجاه النور قطع وكده ولقيت نفسي هنا فجاه. ايه ده؟ ممثله فاشله قوي يا